السلام عليكم، معاكم عمرو مرسي وحلقه جديده من كلبك على متربيه. حلقه النهارده عن كلب كذا حد كان طلبه، الكلب الدوبرمان. النهارده معانا محمد عبده وكلبه تايفون. هنتفرج هو ربى تايفون ازاي ونرجع لبعض تاني. محمد عبده، بربي كلاب من سنين، وخصوصا الدوبرمان. الكابتن ده اسمه تايفون، اسمه بالكامل تايفون ياسكوك ماكسيم التبيلو. اهلي ابطال عالم التبيلو، يعني مشهورين حاجه بره كويسه جدا، يعني ابطال عالم كتير قوي ما شاء الله، واخدين بطولات في كل اعمارهم. عندي من هو صغير، عنده دلوقتي 3 سنين. جميل جدا مع الاطفال، بيحب الاطفال جدا، بيحبني انا شخصيا جدا، بيخاف عليا بطريقه غريبه، على طول قاعد القعده دي اصلا عادي، ما بيزهقش خالص، ممكن يقعد بالساعات عادي جدا وما فيش اي مشكله بسبب القعده دي. بيخاف عليا طبعا. الدوبرمان كلب عموما شرس جدا، بس برضه على حسب ما هتربيه في البيئه بتاعته. ده اتربى يعني في بيئه كويسه فيها اطفال وفيها ناس كتير وفيها الكلام ده، يعني الناس كلها بتطبطب عليه، بخرجه معايا، بوري له ناس كتير، الكلام ده كله، فبالنسبه له شاف ناس عادي ما فيش اي مشكله خالص. كلب سريع جدا جدا جدا، بيحب صاحبه بطريقه جنونيه غير بقيه الكلاب. كلب فيه شراسه غريبه قوي من صغره، وتلاقيه كلب اصلا يعني هو صغير تلاقيه شرس، تلاقيه عايز يعض، عايز يعمل الكلام ده كله، وفي نفس الوقت بيعشق صاحبه جدا جدا جدا، بيحب صاحبه اللي هو حتى الموت، يعني غير طبعا بقيت يعني الكلاب طبعا كلها بتحب صحابها كده، بس ده لا، ده بيحب صاحبه حتى الموت، يعني اللي هو ممكن فعلا يموت عشان خاطر صاحبه. دوبرمان مشكلته في مصر الناس كلها بتخاف منه. طبعا بسمع بقى كتير جدا اللي هو ايه ده انت عندك دوبرمان ازاي وما كلكش يا جماعه، كلني ازاي بس ازاي؟ ده عنده عظمه في دماغه لما بيكبر بتقفل على مخه وبتخليه ياكل صاحبه، فدي اللي هو ده فاتي السنين ما حصلتش خالص ولا عمرها هتحصل. ده كلب يعني ازاي كلب يعض صاحبه؟ يعني ده بياكله بيشربه بيخرجه بيفسحه، وعند فيهم كميه وفاء غريبه، يعني اللي هو يعني بيعشق صاحبه حتى بقول لك الموت فعلا. اتمنى ان المصريين بس تطلع الفكره دي من دماغهم، ان هو كلب بيعض صاحبه وما بيعضش صاحبه، اهو يعني ده ايدي جوه بقه ما بيعملش اي مشكله خالص، اهو بقفل ايدي عادي اللي هو ما فيش اي حاجه. كلب وفي نفس الوقت هو شرس، بس شرس مع الناس الغريبه، يعني اللي هو اي حد هيقرب لي لا هو هيعضه طبيعي خايف عليا يعني، لكن ما بيعملش اي حاجه لصاحبه طبعا ولا لاهل البيت، لان هو شايفهم 24 ساعه ما بيعملش اي حاجه، وفاهم عارف هم مين خلاص، حفظهم حفظ شكلهم. ابوه اسمه ياسكوك ماكسيم التبيلو، ده كسبان بره وبره، واخد بطولات كتير قوي، وهو واخد بطولات هنا في مصر برده كتير، دي الكاسات بتاعتها في الجمعية المصرية للكلاب. المسابقات اللي بيدخلها بيبقى مثلا بتبقى ليها علاقة بالخطوة بتاعت الكلب، ليها علاقة بجسم الكلب بشكله، اللي هو البوز مثلا بتاعه، دماغه، ارتفاعه من الأرض، دي كل حاجة بتبقى ليها تبع البريد بتاعها، يعني الدوبرمان ليها حاجة، الجيرمان ليه حاجة، الروتفايلر ليها حاجة. هو الحمد لله كسب يعني في البطولات كلها اللي دخلها، خد مركز أول. عندي غيره وعندي دوبرمان تاني، عندي ديفل سانتا كريل، عندي جيمو برضو واخد بطولات برضو بره مصر. ديفل كان بس لي معايا حاجه، ان هو نزلت صورته على الفيسبوك وكتبت عليها كلام انتشرت بطريقه غريبه جدا، لفت يعني الناس كلها، بتجات كتير عملت لها شير، اتشهرت قوي قوي قوي. ديفل برضو يعني واخد بطولات بره مصر كتير،
وجيمو برضو واخد بطولات بره مصر كتير. الصوره بقى بتاعه ديفل دي اتشهرت جدا، انا كان في فرحي اصلا خدت الكلاب معايا، صورتهم معايا في الفرح. فقلت بقى اخد صوره معاه، لقيته طلع يعني عليا كده اللي هو ايه انت اللي هتسيبني وتروح فين. فخدت الصوره دي فنزلتها، الصوره اتشهرت جدا، لقيت ناس كتير قوي كلمتني اللي كل شويه يشوفوا الصوره. تقريبا انا اول واحد في مصر اعمل موضوع ان هو ياخد كلاب معاه الفرح بتاعه. دي كانت حاجه جديده بالنسبه لناس كتير قوي، محدش عملها قبل كده خالص. الدوبرمان بقى عموما يعني انا بربي كلاب، عندي انواع تانية، عندي جيرمان شيبرد وعندي روتفايلر، بس ده انا بحبه اكتر من الانواع التانية، ان ده فيه كده يعني ايه اللي هو في كونتاكت ما بيني وما بينه، ان هم من غير ما تفهمه هو فاهم، يعني اللي هو ايه تعالى هنا اقعد هنا هو فاهم. كلب اولا واخيرا ان انت بتجيبه عشان خاطر انت بتحبه، دي بتبقى حاجه لنفسك اولا يعني لو انت هويه. في ناس بتجيب الكلاب بتبقى مثلا عنده فيلا وخايف مثلا من انه يدخل له مثلا حرامي او الكلام ده كله، فبيجيب الكلب من وهو صغير طبعا عشان يبقى متعود على اهل البيت. طبعا بتجيب كلب بتحاول وانت بتشتريه اصلا من الاول بتسال البريدر اللي هو بيبيعه لك، انت بتقول له انت انا عايز كلب عشان يحرس لي الفيلا مثلا بتاعتي. فهو انت مثلا بتاخد الكلب الاكتف مثلا، ما بتاخدش طبعا كلب كسلان، ما بتاخدش كلب مثلا ضعيف، الكلام ده كله بتحاول من وانت بتشتريه من هو صغير. لو انت مش فاهم حاجه زي كده مش عيب ان انت تسال، بتسال حد مثلا خبره في الموضوع، بتقول له انا جبت الكلب عايزه يبقى شرس، عايزه يحرسني لما يكبر، عايزه يبقى في المكان بتاعه اسد ما حدش يقرب له ايا كان مين، عايزه ما ياكلش من حد غير مني انا، عايزه يحافظ على اولادي، عايزه في نفس الوقت يلعب معاهم بس ما يأذيهمش طبعا، وعايزه يعني اي حد يجي عليهم يحميهم. في شراسه ايجابيه وشراسه سلبيه، في طبعا يعني في ناس بتشرس الكلاب عشان خاطر يأذوا بيها الكلاب، ودي طبعا مرفوضه تماما. وفي ناس بتشرس الكلاب عشان تأذي بيهم الناس، اللي هو انا جايب كلب عشان خاطر اخوف بيه الناس وبتاعه والكلام ده كله، دي برضو حاجه سيئه جدا. انا بجيب كلب بشرسه عشان خاطر يحميني، لو انا عندي مكان مثلا في بيتي هو بيحمي بيتي، بيحمي اهل بيتي، فدي حاجه كويسه ليا. لكن انا مش بجيبه اهدد بيه الناس، او مش بجيبه اخليه يضرب كلاب، يعني دي حاجه هتبقى وحشه اصلا للكلب بتاعي، وهتبقى وحشه ان انت حرام بتاذي روح يعني ملهاش ذنب. في اسئله كتير قوي المفروض ان قبل ما حد يشتري كلب بيبقى يجاوب عليها، اللي هو انا مش عايز كلب وخلاص، لان انت عايز كلب وخلاص دي في انواع ما انت مش تقدر عليها. يعني كلب الدوبرمان ده على الاقل بيمشي ساعه في اليوم، هو بيبقى عنده طاقه زياده بيبقى عايز يخرجها، فانت لو ما خرجتهالوش هيضطر يبوظ لك الدنيا. يعني هو لو جوه الشقه هو لازم يخرج على الاقل يتمشى يشوف حاجات جديده غير المكان اللي هو قاعد فيه. يستحسن ان هو تخرجه في مكان تفكه ويجري، ان هو عايز يطلع الطاقه بتاعته. معظم الكلاب بتبقى كده بس ده بيبقى زياده شويه. نصيحتي للناس اللي اول مره تربي كلاب، اول حاجه انت هتشيل مسؤوليه كبيره جدا، انت عندك روح مسؤوله منك، انت المفروض تاكله كويس جدا، المفروض توديه للدكتور يتابعه صحيا، المفروض تشوفه نفسيا، لان الكلاب بتتعب نفسيا كتير قوي، في ناس كتير ما بتبقاش عارفه هي بتتعب نفسيا ليه. نصيحتي بقى للناس اللي بتربي دوبرمان بالاخص، كلب دوبرمان بيحب صاحبه جدا جدا جدا. لو انت هتربيه من وهو صغير، لو انت عندك كلاب تانية حاول تخليه ياخد عليهم، لان هو اصلا بيكره الكلاب التانية، بيحب صاحبه، بيكره كل حاجه بتقربه منه. يعني لو انت مثلا عندك كلب كبير وجايب عليه الدوبرمان، تحاول تسال حد خبره اتعامل معاهم ازاي، لان دي بتبقى صعبه قوي، ان هو بيبقى عايز يبقى هو المسيطر، يعني هو الوحيد اللي في البيت مش عايز يبقى حد تاني معاه. معظمهم بيكره القطط، ودي برده حاجه بتبقى مشكله، لان ده لما بيسمع صوت قطه بيبقى متجنن. بحاول اخليه يبطل حاجه زي كده، بس دي برده بتبقى محتاجه حد يعني مدرب مثلا يقول لي اعمل ايه، اتصرف ازاي مثلا لو شاف قطه في الشارع ما يجريش عليها يعضها. بس دي معظم الحاجات الاساسيه. بس يعني اولا واخيرا انت لازم تمشي الكلب على الاقل ربع ساعه في اليوم، لازم دي ياخد منك ربع ساعه في اليوم لازم يمشي، بتفرق جدا في صحته، بتفرق جدا في عظمه، بتفرق جدا في نفسيته، بتفرق كتير جدا يعني في الكلب.
رجعنا لكم. وزي ما شفنا مع محمد ان البيئه اللي بيتربى فيها الكلب هي عامل مهم جدا في تكوين شخصيته، وان الكلب الدوبرمان بيتعلق بصاحبه وبيرتبط بيه يمكن اكتر شويه من كلاب تانية، وان مفيش حاجه اسمها الكلب الدوبرمان لما بيتم 5 سنين مخه بيكبر عن جمجمته ويتجنن ويعض صاحبه. الكلام ده غير صحيح وغير علمي بالمره. كمان الدوبرمان كلب ذكائه عالي جدا، كلب لياقته عاليه جدا، كلب هايل في الحراسه، وان علشان حد يختار كلب للحراسه لازم بيبقى ليها مواصفات معينه. بس كده وانتهت حلقتنا النهارده. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقه الجايه وتعملوا شير ولايك وسبسكرايب.